الخطيب اللي هو بالنسبه لنا هو ايقونه الكره بالنسبه لجيلنا يعني. مع احترامي لكل بتشوف ازاي الموهبه بقى، مش هنا بتكلم عن المسؤول ورئيس مجلس الاداره في نادي الاهلي، بتكلم عن الاسطوره الكرويه النجم الموهوب. شوف انا اقول لك على حاجه، انا من 3 أو 4 سنين طلبوا مني في الاذاعه اعمل فوازير كويس، فقعدت افكر في فكره فعملت فوازير اسمها حبوها بالافعال. وجبت رموز من كافه المجالات، يعني جبت علماء وجبت فنانين وجبت سياسيين وجبت من كل المجالات ومن كل التواريخ، يعني جبت من اول رمسيس الثاني واخد بالك، يعني مش من عصر واحد بس. واللي قرأ الفوازير دي الفنان شريف منير، الفنان الجميل والصديق العزيز شريف منير، هو اللي هو كان هيأدي دور البطولة، هو كان بيأديها بصوته في الإذاعة. الحقيقة يعني الخطيب فرض نفسه عليا يعني واخد بالك على وجداني وانا بكتب ان انا اعمل حلقه عن الخطيب ضمن كل يعني. ايه الحاجات اللي فاكر ان حضرتك قلتها في بدايه كتاباتك على كابتن الخطيب اول ما اشرت بيه الى هذا النجم؟ هو شوف بس الاول يعني ايه يعني هو انا مش هينفع اقول اجزاء منها يعني لان انا مش فاكرها يعني مش حافظها، مش فاكر نصها كله، لا مش حافظها فبالتالي انا ما بحبش اقول اشعاري وانا ايه مش متاكد من الحفظ، ويمكن يعني ابعتها لكم اكيد يعني يا ريت نسمع الجزء ده، ابعتها لكم تذاع في القناه في برامج مختلفة، وابعتها لكم بصوتي او بصوت شريف منير وتذاع في القناه ان شاء الله باذن الله. انما كان المشهد اللي انا ختمت بيه انه في كل المواقف الهامه في الماتشات الشديده الاهميه للنادي الاهلي او لمصر لما كان الخطيب بيلعب في المنتخب، كان في مشهد يعني ليس له استثناء، الخطيب هيقوم يسخن في تسقيف وهتافات في الملعب، سواء بقى اللي موجودين في الملعب هو بيلعب ماتش النادي الاهلي فالموجودين اهلاويه، ولا بيلعب باسم مصر فالموجودين من جميع الاطياف الكرويه، الهتافات واخد بالك. المشهد ده انا رصدته على فكره في القصيده اللي كتبتها عن محمود الخطيب، ربنا يشفيه، بوجه له يعني دعاء بانه ربنا يشفيه ان شاء الله باذن الله، ونشوفه دايما في مشهد مشهور ان المدرجات تشتعل لما يقوم يجهز عشان ينزل الملعب، خلاص انت تحس انه لو كان المنتخب او النادي يعني يعني ان الدنيا صعبه شويه في الملعب، الدنيا صعبه، احنا مثلا عايزين نغلب الماتش ده 2-0 مش عايزين نغلب 1-0 بس، عشان احنا اتغلبنا هناك مثلا واخد بالك 1-0 فلازم نغلب 2-0 او اكتر. نزل الخطيب او قام يسخن خلاص احنا ايه اتحلت المشكله، المشكله اتحلت واخد بالك، هنكسب بالطريقه اللي احنا عايزاها. وهكذا كان الخطيب ايقونه من ايقونات الرياضه. ومش يعني هي الحقيقه طبعا المساله بتبقى متكامله، يعني بمعنى انه الخطيب ما كانش بس يعني نموذج رياضي يعني مميز او لاعب موهوب او لاعب موهوبه بس، لا نموذج اخلاقي، نموذج محترم، واحد ما خدش انذار في حياته واخد بالك، يعني واحد نزل الملاعب من اول ما نزل لحد ما خرج واعتزل ما خدش انذار عشان شوح لحكم ولا عشان رفض قرار حكم ولا عمل حركه بذيئه ولا تعمد اصابه، لا يعني ولا اتمسك عليه تصريح غير مناسب في تجاوز في حق حد في أو تجاوز لمنافس او لشيء من هذا، في كل يعني في كل رحلته، يعني سواء الرحله الكرويه او الرحله الاداريه فيما بعد. فالحكايه يعني ايه بيبقى
الشخصيه متكامله او النموذج المتكامل بالظبط، ان في رمز نحب انه يبقى قدوه زيه زي يعني ناس كتير لعبت. يعني انا